كرياتينين كليرانس تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالكليرانس تيست، كمان هنتكلم على كل الانديكيشن وليه احنا بنعمل الكليرانس تيست داخل المعمل، كمان هنتكلم على الميثود ازاي احنا بنعمل استيميشن للكرياتينين كليرانس تيست، كمان هنتكلم على الميثود اوف كالكوليشن للريزلت، كمان هنتكلم على الانتربريتيشن، كل الاسباب اللي بتؤثر على الكرياتينين كليرانس تيست. الرينال كليرانس معناها اي سابستانس بتقدر الكيدني تعمل لها اكسكريشن داخل اليون. عمليه الفلتريشن ممكن تتم عن طريق الجلوميرولر فلتريشن الون، او ممكن تتم عن طريق الجلوميرولر فلتريشن بلس التيوبولر اكسكريشن، كمان ممكن تتم عن طريق الفلتريشن بلس تيوبولر ري ابسوربشن. ثلاثه ميكانيزم من خلالهم الكيدني بتقدر تعمل اكسكريشن. اول ميكانيزم الكيدني بتقدر تعمل كليرانس لبعض السابستانس عن طريق الجلوميرولر فلتريشن اونلي. في الحاله دي بنلاقي السابستانس بتنزل داخل اليورين بعد ما بيحصل لها فلتريشن من الجلوميرولاي، عشان كده بيبقى الكليرانس 100% لان كل الكميه اللي جت للجلوميرولس نزلت في التيوبيول وبعد كده وصلت لليورين. الميكانيزم الثانيه بيحصل جلوميرولر فلتريشن بالإضافة للتيوبولر ري أبسوربشن، جزء بينزل من الجلوميرولاي في الفلتريت وبيوصل لليورين، وفي جزء بيحصل له ري أبسوربشن من التيوبيول، وعشان كده هنا الكليرانس بيبقى أقل من 100% لأن الكمية اللي جت للكيدني جزء نزل في اليورين وجزء رجع تاني للبلاد، عشان كده الكليرانس بتبقى أقل من 100% زي في حالة البلاد يوريا نيتروجين حوالي 40% بيحصل لهم ري أبسوربشن تاني. الميكانيزم الثالثة اللي هي عملية الكليرانس عبارة عن جلوميرولر فلتريشن بالإضافة للتيوبولر اكسكريشن، عشان كده عملية الكليرانس هنا بتبقى أكتر من 100% لأن في الحالة دي الجزء اللي بيوصل للجلوميرولاي بينزل في التيبيول وبعد كده بينزل في اليورين، كمان بيبقى فيه جزء بيحصل له اكسكريشن بالتيبيول، وعشان كده بتبقى الكليرانس عالية جدا، وده بيحصل في بعض أنواع الدراجز زي في حالة الميثيلين بلو. الكرياتين النتيجة لأن هو ما بيحصلوش ري أبسوربشن تاني بعد ما بينزل من الجلوميرولاي، ففي الحالة دي الكليرانس بتاعته بتبقى 100% زي ما احنا شايفين كله بينزل في اليورين، فعشان كده بيبقى الكرياتينين بيدينا انديكيشن على الجلوميرولار فلتريشن ريت، لان عملية الفلتريشن بتبقى مرتبطة بالجلوميرولاي هل هي سليمة ولا لا، وكمان سرعة الفلتريشن جواها، وبالتالي الكرياتينين كليرانس تيست بنستخدمه عشان يقيس الجلوميرولار فلتريشن ريت. الكرياتينين كليرانس تيست نختصره بالسي ال سي ار. السبيسمنت اللي بناخدها بتبقى عباره عن السيرم، وكمان بناخد عينه اليورين اللي بنسميها ال 24 اور سبيسمنت، بنعمل لها كوليكشن في كلين بلاستيك كونتينر. النورمال فاليو في الميل بتبقى من 100 ل 130 ملي على المينت، في الفيميل بتبقى من 80 ل 110 ملي على المينت. الميثود اوف استيميشن احنا هنا بنقيس الكرياتينين في السيرم او في اليورين عن طريق السبكتروفوتومتر باستخدام الكيت، وبالتالي ما بنيجي نعرف الكرياتينين كليرانس تيست هو عباره عن اختبار بيعمل ميجرنج للبلاد سامبل واليورين سامبل تو ديتيرماين ذا ريت ات ويتش ذا كيدني ار كليرينج كرياتينين فروم ذا بلاد. بقدر اقيس كميه الكرياتين الموجوده في البلاد والموجوده في اليورين عشان اقدر اقيس ريت اوف كليرانس اوف كرياتينين عن طريق الكيدني. والكرياتينين كليرانس تيست بتبقى اكوريت تيست لانها ريفليكت الجلوميرولار فلتريشن ريت، احنا قلنا بشكل كبير جدا بتبقى معتمده على سرعه الترشيح داخل الجلوميرولاي، وكمان الكرياتينين كليرانس تيست معتمده بشكل كبير جدا على البادي سيرفيس اير. الانديكيشن احنا بنعمل ايفالويشن للجلوميرولار فانكشن، وبالتالي بنقدر نحدد هل النفرون فيها دامج ولا لا في حاله الرينال ديزيز. كمان الكرياتينين كليرانس تيست ديترماين الرينال فانكشن بيفور ادمنستريتنج نيفروتوكسيك دراج. بقدر استخدم الكرياتينين كليرانس تيست في ان انا اقيم الفانكشن بتاعه الكيدني قبل ما بدي اي نيفروتوكسيك دراج. كمان بنستخدم الكرياتينين كليرانس تيست كمونيتور للافكتيفنس اوف تريتمنت للرينال ديزيز. البروسيجر او الخطوات اللي احنا بنقوم بيها عشان نعمل الكرياتينين كليرانس تيست، اول حاجه بنعمل ريموفال للريزيدوال يورين، بنخلي البيشنت
يفضي كل البول اللي هو موجود في اليورينري بلادر. وبعد كده بيجين تايمينج، بمعنى ان هو بعد ما بيفضي اليورينري بلادر بيبتدي يسجل الوقت لمده 24 ساعه ويجمع كل اليورين في كونتينر مخصوص، ودايما بيعمل له ريفريجريشن يا اما بيحط عليه بريزرفاتيف عشان يحفظ عينه اليورين. بعد كده بنجمع عينه البلاد يا اما في نص الوقت اثناء تجميع اليورين او في نهايه عمليه التجميع بعد ما بنخلص تجميع عينه اليورين على مدار 24 ساعه. بعد كده بنعمل اناليسز لعينه اليورين وعينه السيروم وبنقيس فيهم كميه الكرياتينين بالمليجرام على الديسيليتر. كمان بنسجل البادي ويت للبيشنت والهايت او الطول بتاعه عشان بنستخدمها في حساب البادي سيرفيس اير. بعد كده بنطبق المعادله الكرياتينين كليرنس بتساوي اليورين كرياتينين، بنضربه في الفوليوم اوف يورين وبنقسمه على البلازما كرياتينين. والفوليوم احنا بنحسبه باستخدام الملي على المينت من خلال ان احنا بنقسم ال 24 اور يورين سبيسمن بنقسمه على 1440 اللي هي بتمثل عندي ال 24 ساعه في ال 60 دقيقه، وبالتالي يبقى احنا بنقدر نحسب كميه اليورين على مدى ال 24 ساعه في كل دقيقه. كمان بنقدر نحسب البادي سيرفيس اريا عشان نعمل كوركشن للكرياتينين كليرنس من خلال ان احنا بنقسم الويت على الهاي، نقسم الوزن على الطول. بعد كده بنعمل كوركشن، بنضرب الكرياتينين كليرنس اللي احنا جبناها من المعادله الاولانيه في 1.73 على البادي سيرفيس اريا بتدينا الفاينل ريزلت للكرياتينين كليرنس. وهنا كمثال ازاي بنحسب الكرياتينين كليرنس. لو البلازما كرياتينين 1 ملي جرام على الديسيليتر واليورين كرياتينين 110 ملي جرام على الديسيليتر، اليورين فوليوم في ال 24 ساعه 1440 والبادي سيرفيس اريا 1.7. هنا لما بنيجي نطبق المعادلة بنضرب اليورين كرياتينين في الفي اللي هي عبارة عن ال 24 hour specimen على 1440 فهتدينا 1، وبنقسمه على الكرياتينين الليفل اللي هو 1 وبالتالي يبقى الكرياتينين كليرنس 110. بعد كده بنعمل كوريكشن للكرياتينين كليرنس من خلال ان احنا بنضرب الكرياتينين كليرنس اللي هي انكوريكتينين بنضربها في 1.73 على 1.7 اللي هي بتمثل البادي سيرفيس اريا بتساوي 112، ودي احنا بنسميها الكوريكتد كرياتينين كليرنس تيست. الانتربريتيشن للكرياتينين كليرنس، لو حصل ديكريز في الكرياتينين كليرنس تيست ده انديكيت ان في ريديوس جلوميرول فلتريشن ريت، وده بيحصل في حالات الاكيوت اند كرونيك جلوميرولونفرايتس، كمان في حاله الاكيوت او كرونيك رينال فيلير، كمان في حاله الديكريز رينال بلاد فلو زي في حالات التشوك والهيموريج والديهايدريشن والكونجستيف هارت فيلير. كمان بيحصل ديكريز في حاله النيفروتوكسيك دراجز والماسل ويستنج ديزيز، كمان في اليورينري تراكت اوبستراكشن نتيجه للكالكولاي. كل الاسباب دي بتؤدي للديكريز في الكرياتينين كليرنس تيست، بينما الانكريز في الكرياتينين كليرنس تيست بيحصل في حالات الهاي كاردياك اوتبوت، كمان في حالات الاكسرسايز، في حالات الاكروميجالي، كمان بيحصل في حاله الدايبيتس ميليتس في الايرلي ستيج نتيجه للبوليوريا، كمان بيحصل في حاله الهايبوثايروديزم. وكل الاسباب الموجوده قدامنا دي يا اما بتؤدي للبوليوريا اللي بيؤدي للانكريز اكسكريشن للكرياتينين، او نتيجه للديكريز برودكشن للكرياتينين داخل الجسم زي في حالات الهايبوثايروديزم. وبكده يبقى احنا عرفنا كل المعلومات الخاصه بالكرياتينين كليرنس تيست، وعرفنا ان الكرياتينين كليرنس عباره عن الاماونت اوف بلاد that can be cleared of creatinine in 1 minute، وبنقدر نحسبها من خلال قياس اليورين فوليوم على 24 ساعه، وكمان قياس الكرياتينين في اليورين وقياس الكرياتينين داخل عينه البلط. الكرياتينين كليرنس تيست بنستخدمها عشان نشوف الكيدني فانكشن في حاله استخدام النيفروتوكسيك دراج، واحنا بيهمنا بشكل كبير جدا الديكريز في الكرياتينين كليرنس لان ده بيدي انديكيشن على الرينال ديزيز، وما بيوصل ل 10 او 20 ملي على المينت ده بيدينا انديكيشن على الرينال فيلير، لان هنا بيبقى فيه ريدكشن بشكل كبير جدا في عمليه الكليرنس، وبالتالي ده بيدينا انديكيشن على ان في حاله دامج للكيدني واللي بتوصل لحاله الرينال فيلير.
عشان كده الكرياتينين كليرانس تيست واحد من الاختبارات المهمة جدا اللي احنا بنستعملها في تقييم الكيدني فانكشن، وهي واحدة من الكيدني بروفايل تيست.